أمينة، تجربة قط وفار تجربة مميزة جدا، جمعت ما بين جيل الكبار وجيل الشباب في السينما. وزي ما شفنا في أول الحلقة إزاي الكاتب الكبير وحيد حامد قدم المخرج الشاب تامر محسن، كانت لكاميرا عرب وود لقاءات مع أبطال الفيلم عن تجربتهم. فيلم تأليف الأستاذ وحيد حامد وإخراج الأستاذ تامر محسن، وإحنا متفائلين جدا بالفيلم ده، وكانت تجربة ممتعة في التنفيذ، ويا رب الناس تستمتع بمشاهدة الفيلم. أنا بعمل أحد الشخصيات المهمشة، تاجر أدوات كهربائية في الحارة مع حمادة الفار، وبيبين يعني احنا بنقدم الفيلم ده بيسترس كده على الحارة بشكلها اللي نتمنى تكون عليه الحارة. بالفيلم ده بنحاول نعمل ضحك محترم، ضحك يليق بشعب مصر، مش يليق بمجتمع طفح جلدي جه في المجتمع، فبقدم له كل الحاجات الغرائزية والسنج والبلطجية والصيعة والضحك المبتذل والعري. احنا بنقدم في الفيلم ده قيمة سوف تعيد للمتفرج المصري الاحترام لنفسه حينما يجي يرى الفيلم. النجم محمود حميدة بيعود للنشاط السينمائي بأكتر من فيلم، لكن قط وفار تجربة مختلفة، خلونا نعرف اكتر منه. كانت تجربة سريعة جدا، وانا انبسطت خصوصا مع تامر، يعني انا تعاملت مع وحيد قبل كده، وطبعا هو معروف قدره ككاتب كبير ومستقر في السوق، ولكن الاضافة الجديدة اللي هي تامر محسن، وانا سعيد جدا ان انا اشتغلت معه. ومن ابطال الفيلم النجم محمد فراج اللي قدم السنة اللي فاتت فيلم القشاش، لكن بيعود السنة دي بفيلم قط وفار. دي تالت مرة اشتغل مع الاستاذ وحيد حامد، امثل اقول كلامه، بدايه من الجماعه ثم بدون ذكر اسماء وقط وفار، وتاني تجربه ليا مع الاستاذ تامر محسن بعد بدون ذكر اسماء، هو كان مخرج المسلسل رمضان اللي قبل اللي فات ثم قط وفار، والاستاذ محمود حميده اول مره اقف قدامه يعني، وكان ليا شرف جدا جدا ان انا اشتغلت معاه. علشان اعمل قط وفار او علشان استاذ وحيد حامد يديني المسؤوليه ديت واستاذ تامر محسن يكلفني بالمسؤوليه ديت واقف قدام الاستاذ محمود حميده، عملت حاجات تانية قبليها كتير خليتهم يشوفوني في الحته، فاهم قصدي؟ فكل تجاربي انا بعتز بيها جدا جدا شخصيا، يعني ما عنديش واحد واثنين وثلاثه والجو ده. تحت السيطره دوت مسلسل رمضان اللي جاي ان شاء الله، تاليف مريم نعوم، اخراج الاستاذ تامر محسن برضو، وانا فرحان جدا جدا ان انا بشتغل مع الراجل ده كتير، يا رب ما يقطعها عاده يا رب. تاليف الاستاذه مريم نعوم، اخراج تامر محسن، بطوله الاستاذه نيلي كريم، وانا معاها، انتاج الاستاذ جمال العدل. رمضان 2015 وربنا يكرم. شفنا ابطال الفيلم اللي كان فيه ضيوف كتير من الوسط الفني بتشجع تجربتهم وحضروا العرض الخاص. تعالوا نشوف قالوا ايه عن قط وفار. أستاذي محمود حميد، أنا حابب جدا أنه فرحان بعودته الفترة ديت بشكل كويس قوي، وفرحان بيه وبعشقه، واشتغلنا مع بعض مسرح، عملنا مسرحية مع بعض اسمها الشبكة، إخراج الله يرحمه الدكتور سعد أردش، في نفس الوقت صديقي وأخويا وحبيبي. بقول أن التقاء جيلين مهمين، الأستاذ وحيد حامد كرمز من رموز السينما المصرية، وتامر محسن من المخرجين المهمين جدا في المرحلة اللي جاية، وهم التقوا قبل كده في مسلسل بدون ذكر اسماء وعملوا نجاح سوا كويس جدا، واعتقد ان الفيلم ده هيبقى حاجه مميزه، وتامر نفسه هيبقى علامه من علامات الاخراج في السنين اللي جايه باذن الله. عايز ابارك الاستاذ وحيد حامد، الاستاذ محمود حميده، الاستاذ سامر محسن، الاستاذ محمد فراج، وكل فريق العمل. ببارك لهم، ببارك لاسره الفيلم، للمخرج تامر محسن واستاذي وحيد حامد. اتمنى ان الفيلم يعني يعجب الجمهور، ولانه حقيقي معمول باتقان وفي حاجه جديده ومختلفه.